السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة محفظة فريدة من نوعها تصلح للبطاقات والأوراق النقدية. هذه المحفظة تدعى بالمحفظة السحرية، وسنعرف لماذا في هذه المراجعة، وسنتعرف كذلك على أهم خصائصها. فابقوا مع فتح العلبة. إذن سنبدأ أولا بتقريب هذه البطاقة إلى الكاميرا لكي تلاحظوا شكلها بوضوح. شاهدوا، إذن سنبدأ بهذه البنية، يمكن فتحها سواء من هذه الجهة أو من هذه الجهة، ويوجد هنا جيوب للبطاقات، لاحظوا جيبان في كل ناحية. هذه ربما مطاطية أستيك، لاحظوا، ونفس الشيء بالنسبة للمحفظة السوداء. يمكنكم اختيار أيهما تحبون، وسأترك لكم روابط الشراء في وصف الفيديو. إذا لنقم بتجربتها ولماذا تدعى بالمحفظة السحرية على بركة الله. إذا سنأخذ قطعة نقدية أو ورقة نقدية ونضعها هنا أو هنا، ثم نغلق عليها ونفتح من الجهة الأخرى. لاحظوا، وعندما نعود إلى الجهة الأخرى، لاحظوا دائما البطاقة القطعة النقدية أو الورقة النقدية تكون خلف هذين الخيطين. لنكرر العملية مرة أخرى بالبطاقة أو ب لاحظوا، سأضعها هنا. سنكرر هذه العملية. ضع أينما تريد، أقفل، افتح من الجهة الأخرى، عد إلى المكان الأول وتجد أن الورقة النقدية محفوظة. ضع مرة أخرى هنا، أليس هذا جميلا؟ إذن الطريقة التي صممت بها هذه المحفظة تجعل الورقة النقدية تثبت مكانها بمجرد فتحها من الجهة الأخرى، وحتى ولو عدت وفتحتها من الجهة الأولى ستجدها مثبتة. هذا كنوع من ألعاب الخفة إذا كان لديك طفل صغير وأردت أن تريه شيئا من ألعاب الخفة، يمكنك أن تريه هذه الحركة العجيبة. إذا لنقوم بالتجربة مرة أخيرة، قطعة نقدية أو ورقة نقدية نضعها هنا أو هنا لا يهم، نغلق عليها ونفتح من الجهة الأخرى. لاحظوا، عندما نعود إلى الجهة الأخرى فهي مثبتة جيدا. شيء آخر، يمكن وضع بعض البطاقات المصرفية في هذه المنطقة هنا أو كذلك في هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان. إذا مجموعة من البطاقات، لاحظوا كيف تظهر، ويوجد مكان بطاقتان إضافيتان. إذا كما شاهدتم سابقا فهذه المحفظة تتسع لأربع بطاقات، لاحظوا 1 2 3 4، وحجمها صغير جدا. وأهم ما فيها هو هذه الحيلة التي تمكن هذه القطعة الورقة النقدية من الانتقال من هنا إلى هنا، وتوجد في اللون البني كما تلاحظون، وكذلك اللون الأسود.
إذن وفي الأخير سأترك لكم روابط شراء هذه المحفظة في وصف الفيديو. كذلك لا تنسوا دعمنا بزر لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا المشاركة في القناة إذا كانت هذه أول زيارة لك لقناتنا. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.